ومراجعتنا لليوم هتكون من نصيب فيلم بالب فيكشن، وده واحد من اهم الافلام في تاريخ السينما العالميه، واللي تم صدوره في عام 1994 ومن اخراج العبقري كوينتين تارانتينو. فيلم بالب فيكشن هو فيلم غريب شويه ولكنه مبتكر، دمج ما بين الجريمه والدراما والكوميديا في قالب فريد تماما. الفيلم ده اتميز بالحبكه الغير خطيه والشخصيات المثيره والديالوج المذهل واللي بيعيد تعريف اشكال السرد السينمائي. احداث الفيلم بتدور حوالين مجموعة متشابكة من الشخصيات مثيرة الجدل، بداية من قاتلين مأجورين بيعملوا لحساب رئيس عصابة مختل، وصولا لملاكم بيحاول إعادة حياته إلى طريقها الصحيح، وبيتم تقديم الأحداث على شكل قصص متشابكة هتاخدنا في رحلة مشوقة ومفعمة بالإثارة. لكن فعليا اللي ميز فيلم بالب فيكشن هو الأداء المذهل للممثلين، واللي جمع جون ترافولتا وسامويل جاكس وأوما سورمان والنجم بروس ويليس، وقدم الفيلم مجموعة من الشخصيات اللي ما نقدرش ننساها واللحظات السينمائية الأكثر من رائعة. كمان الفيلم ده اتميز بأسلوب الفن الاستثنائي، العبقري كوينتين تارانتينو استخدم تصوير مبدع واختياره كان دقيق للموسيقى عشان يخلق تجربة سينمائية فريدة. الفيلم ده بيعتبر درس في الإخراج الابتكاري والتصوير الجريء. باختصار كده، فيلم بالب فيكشن هو فيلم استثنائي لازم يشوفه كل محبين السينما، لأنه هياخدكم في رحلة مليئة بالغموض والعنف والكوميديا السوداء.